طيب بالنسبه للبيان اللي طلعه الدكتور الهواري انا قلت آه, انا ما أقدر اعلق على المناظره بتاعته مع الإزيري لانه المناظره لسه ما بوست وما نشرت في وسائل الاعلام والكلام عنها بيكون ضرب من التكهن الذي آه لا ينبغي للانسان ان يدخل فيه اما التعليق على البيان اللي اخرجه هو وبيان ثاني أخرج الصوفية واللي يظهر من بيان الصوفية فيه مبالغة في كثير من العبارات وأنا ما حضرت لا ما شاهدته الحصل بالضبط شنو لكن فيه مبالغة في أرقام معينة تدل على الكذب في البيان ذاته ونحن الصوفية الكذب بتاعهم عندنا في العقيدة موجود فممكن أنا أصدقهم في بيان طلعوه فأنا أولا ما بصدق الصوفيه في البيان طلعوه لما عندي من الادله على كذب القوم في العقيده وفي السنتهم وفي كل دينهم عند الصوفيه اصلا محلتهما فما بصدقهم في البيان اللي طلعوه يقولوا انهم هزموا الهواري وتلجلج وما قدر يجاوب وقعد يصيح ويضج في المناظره وفعل وفعل الى اخره وارتبك في الاجابه على الاسئله انا ما بصدقهم في البيان اللي هم طلعوه ده ابدا هذه مساله اولى المساله الثانيه في مساله يا اخواننا ودي ابدا بها في الاول مهمه جدا تعليقنا على مناظره الهواري للإزارج ليس لاحد ان يفهم منه ابدا اننا نحب ان ينتصر الايزيرج على الهواري بناء على ما بيننا وبين الهواري من خلاف أبدا إنما الذي يشهد الله عز وجل أننا نحبه أن ينتصر الهواري على الإزيري لأن في انتصاره عليه انتصارا للعقيدة التي نحملها وندعو إليها فإطلاقا ما يجلي ذهنك إنه نحن عشان بيننا وبين الهواري خلاف في مسائل ما هينا في مسائل المهينة كويس وبيننا وبينه من الردود في الساحة ما تظن أو لا يظن النظان ولا أنت لنفسك إنه ينتصر الإزيرق الصوفي الذي يجيز دعاء غير الله وأن الموتى يعلمون الغيب ويحيون الأموات ويرزقون ويخلقون ذول بهذه العقيدة ما تظن أبدا ولا تحب إنه ينتصر على إنسان يرد عليه ويقول بخلاف قوله ولو كان ضعيفا في مناظرته قل ضعيف في مناظرته أو في حجته أنا ما بحب إنه ينتصر الشرك على التوحيد أبدا فهذه مسألة يا أخواننا لا بد منها وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدل في في حكمك أنت وفي تمايزك بين العقائد شنآن قوم يعني بغضك لإنسان ما يحملك أن تظلم في الشريعة وأن تتعدى وتتجاوز ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من الحكم بالعدل بأول مسألة لا بد أن نكون فيها على بينة ثم بعد ذلك البيان اللي أخرجه الهواري ونشروه أولاد التنظيم عليه ملاحظات وملاحظاتنا على البيان بتاع الهواري ده لابد منها لان هذا من باب نقد الباطل وده ليس فيه شيئا ينصر دين الصوفيه عشان ما يمشي بعد شويه الصوفيه يقطعوا كلامنا ده ويقولوا دليل على هزيمه الهواري انه في جماعه ذات من الوهابيه بهناك ردوا عليه لا لا ابدا انما نرد عليه في اشياء واخطاء في البيان اللي طلعوا ده ودي اخطاء اخشى ان تصير سببا لهزيمه اهل السنه امام الصوفيه يوما من الايام اذا كان هذا يتكلم باسم اهل السنه اخشى ان تكون سببا للهزيمه لهزيمة أهل السنة لأنه زول بناظر ومبدأ في المناظرة في إشكالات كبيرة جدا طيب أنا أقرأ لك بعض الكلمات اللي كتبها طيب قال وبقصد التفريق بين صوفية الاتحاد والحلول والزنادقة وصوفية القبوريين من جهة وبين صوفية التنسك والتعبد والزهد والسلوك مما ممن هو معدود من علماء السنة في الجملة كمعروف الكرخي والفضيل ابن عياض بل وحتى الجنيد وعبد القادر الجيلاني مع التنبيه على ما أخذ عليهم أولا يا أخوانا لا بد أن يعرف أن التقسيم الحادث البيدعي واليوم الهواري وبيدعيه والدلبلة تاع المركز العام والاثنين هم اشبه بعض كويس وفي عباره تانية نقولها لك قبل معلق قال وقد حضر اثنان لا قال محمد الازيرج جاء بخطه ظهرت لي من خلال الحوار جاء بخطه ظهرت لي وقال من خلال الحوار بل ومن اوله وهذا يعكس النفسية العدائية البعيدة عن روح الاسلام وروح التصوف ها أه؟ قال البعيدة عن روح الاسلام وروح التصوف الذي يتكلم باسمه زورا يعني حمد المنتصر بيتكلم باسم التصوف شنو؟ زورا وهو كانوا ما بيشبه الصوفية يعني كويس قال وانا على ثقه ان عقلاء الصوفيه لا يقبلون بمثل هذا الرجل عقلاء الصوفيه وينهم وين عقلاء الصوفيه الكلام ده فيه تعليقات كثيره اولا مساله التفريق بين صوفيه وصوفيه دي مساله حادثه جاب الزول ده وداك وغيرهم من أشباه الإخوان المسلمين هواري والدلبلة والجماعة معهم وما نعرف في علمائنا في نقده للتصوف من يفرق أو يقسم التصوف إلى اثنين تصوف مقبول وتصوف مردود انتبه فيما يوجد من تصوف اليوم تصوف اليوم الموجود ده أنا ما أعرف فيه التصوف اللي بيقولوه ده تصوف الكرخي تصوف الجنيد تصوف عبد القادر الجيلاني تصوف سهل بن عبد الله التستري غيرهم ما موجود الان في صوفيه الموجودين عندنا دل لان العلماء دل ابن تيم اتكلم عنهم وعقيدتهم ومنهجهم اللي بيتعبدوا به ما عنده علاقه مع التصوف يعني في باب العقيده على منهج اهل السنه، اقرا كتاب الاستقامه، انا قلت لك المراجع كلها بعضها ما جبتها وبعضها صرفت النظر عن القرايه للزمن يعني، يضيق الوقت. اقرا كتاب ابن تيميه، الاستقامه يتكلم عن عقيده اللي بيقول عنه ابن تيميه صوفية. عقيدتهم نص عقيده اهل السنه والجماعه بالنص الاسماء الصفات اثبات الاسماء اثبات الصفات عدم التاويل، التحريف التع... كله على منهج اهل السنه والجماعه. حتى في باب التعبد نقل كلمه عن ابي سليمان الداراني قال انه لتمر تمر بي النكته من نكت القوم يعني الفائده من نكت القوم قال فلا اقبلها الا بشاهدي عدل الكتاب والسنه. يعني في العباده عندهم ما يتعبد الا بالكتاب والسنه. ونقل ابن تيميه في الفتاوي المجلد 11 كلمات طويله جدا عن الجنيد يأمر بالتعبد على الكتاب والسنة وينكر أي زول يبتدع البدع خلاف الكتاب والسنة فدل ما موجودين الليلة طيب سؤال موجه للهواري سؤال عقلاء الصوفية اللي بتقولوا من تديل. الآن إحنا عندنا مراجع للتصوف التصوف, التصوف الآن عنده مراجع يعني ما مسألة بتاعت إنه لقيت له واحد بجاي شايل له سبحة ولابسه جلابية خضراء وقال لي انا ما عندي شغله بالبدعه وكده وانا صوفي اي اقول ما شاء الله في عقلاء تصوف يا اخو الله لقاني واحد قبل شويه بيجي خدريه خضراء جاي وشايل له سبحك عقلاء صوفي هذا واحد بيجي لا لا ده ما عنده علاقه مع التصوف انا بعرف التصوف بحاكمه من خلال مراجع يا اخواننا لا المساله تكون واقع عندك التصوف عنده مراجع عنده مرجعيات السمانية عنده كتب ولا ما عنده ومؤلفات عنده أزاهير الرياض مؤلفات السمانيه النصر العلمية مؤلفات السمانية كتاب مثلا الفيضات الربانية من مؤلفات القادرية مرجع عندهم من المراجع أنا التصوف بحاكمه من خلال المراجع دي ودي المراجع المعترضة في الطرق بتبني على هذه الطرق طيب عقلاء الصوفية ديل رأيوا شنو في المراجع دي بس ده سؤالي لهم إذا قالوا لي المراجع دي باطلة والدين في المراجع ده نحن بنختلف معاه وده دين احنا بنبرا الى الله منه بعد ده ديل, ديل انا ما بقول عقلاء صوفيا بقول ديل ما صوفيا فهمت عشان احنا لما نقول لك ما تقول لي حاجه يسمع عقلاء صوفيا مش معناها ان احنا بننكر ال الافراد الموجودين في المجتمع ده ما عشان احنا بنلتمسها يعني الواحد ده بنتسب ساي تلقاه شايل له سبحه كده وتخيل انه السبحه دي في النهايه كده يقول لك افتبع العثيمين وافتبع منو ابن باز وافتبع ابن تيميه وافتبع منو شال له سبحه كده وبيتعبد بيها ولابس سطحه كده خضراء بس عجبه اللون ده وكده تساله انت يقول لك اي والله انا صوفي لكن العقائد دي ما بيعتقدها انا ما بجي اقول العقلاء الصوفيه وده العقلاء الصوفيه انا قابلوني ده ما صوفي انا عندي وانت تسمى بالصوفيه لكن ده ما دام بينكر طبقات وضيف الله والعقائد الفيو بينكر زاهير الرياض وقصيد البرعي واشعاره ودواوين البرعي والمدائح بتاعتهم وعقائدهم دعاء غير الله بينكر عليهم ده كله؟ ده ما صوفي وان تسمى بالصوفيه ما صوفي ده ده مجرد اسم فقط ما ببني عليه ونحكم، حكم ولا الان الخلاف مع الصوفيه خلافنا مع زول زي ده انتبهوا يا اخوان المسألة دي الان خلافنا وصراعنا مع التصوف ما صراعنا مع زول بيجي بقول لي دعاء غير الله ما والتوسل مبدوس وكلام البرع باطل ودي عقيده منكره وانا ابرى الى الله من البرع وابرى الى الله من الصايم ديمة وابرى الى الله من من حامد بعصايا زول بيقول كلام زي ده انا خلافي ما معاده يا اخي عشان انت تضيع هواري تقسمه لي عقلاء الصوفيه وما عقلاء صوفيه انا خلافي ما معاده ده انا خلافي ما معه فهمت الكلام ده عشان كده ما يسميه بعقلاء الصوفيه سؤالنا اليوم عقلاء الصوفيه ديل رأي شنو في عقائد البرعي سؤالنا واضح وكتب عبد المحمود نور الدايم وكتب حسن الفاتح قريب الله يستنبئونك وغيرها من الكتب دي رأي شنو عغلاء الصوفية في الكتب دي إذا قالوا الكتب دي حق وده ديننا ده دي ما ممكن تسميه الله عغلاء عغلاء على أساس هل ده كلام بيقوله عاقل فيبقى ده من 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 اشد المنكرات اللي جابه هو في البيان بتاعه ده ونحن نقول له نقاشنا مع الصوفيه نقاش من خلال مراجع والهواري مما يدل على انه المعلومه دي غايبه عنه انه جا قال من خلال قال محمد الازيرق جاء بخطه ظهرت لي من خلال الحوار اخواننا أزوله بصير بالمناظره وبيعرف مناظرة الخصوم هل أنا بطلع لأقوال خصمي وعقيدته بطلع على داخل المناظرة ولا أنا بكون مجهزة من أول أنا بكون من الأول محضر أموري كويس وعارف عقيدة زول لشنو ده مما يدلك على أمرين الأمر الأول عدم بصيرة الهواري بالمناظرة ما عنده بقى بصيرة لأنه دي من أساليب من أسباب الخذلان في المناظرة إنك أنت تجي تقول لي أنا يا دوب داري أجي أقعد وأقول لك هذا قول ما عليك قول كلامك لا أنا أكون عارف وعارف الرد لأنه زول شغال في الساحة الأمر الثاني مما يدلك على عدم اهتمام الهواري بباب الدفاع عن عقيدة التوحيد لأنه محمد المنتصر اللي زيرك ده ما السودان الليلة جاء الليلة بدأ دعوته دي الليلة وباطلوا اللي بيسوا فيه ده بدأ الليلة ولا أمس ظلنا شغال سنين في التلفزيون القومي وفي اعظم الفضائيات عندنا في البلد دي شغال في الاذاعات شغال في الجرايد في المساجد كثير منا في الولايات شغال بينشر عقيدته بصراحه الزول ده بالذات الصوفي ده ما بلفه بدور. وعديد الموتى يخرجون من القبور والاولى يحيون الاموات والشيخ يخلق يخلق عديل كده ما عديل في يدور بيقول عديل تاني انت الهوار يا دوب داير يتضح لك او تتضح لك خطة الهواء او خطة اللي جوا المناظرة وعقيدته كويس قال قال آه قال وقد حضر اثنان من دعاة المتصوفة وقد بدا لي من حالهم الادب يا اخوانا انا بستغرب زول بيتصنع عليه تادب وزوج في غير محله والله ده في غير محله ادب يا اخي ناس ما تادبوا مع الله ونسبوا له الاشياء الباطله ما تادبوا مع المولى عز وجل اللي الازيرك بصريح العباره بيقول ربنا لما قال اذا السماء انشقت قال السماء لما تنشق الله وَلَّا ولا شنو يعني؟ ده تأدب مع الله تأدب ده مع الله والاثنين اللي جو معاه هل يبدو هل يا الهواري او لو اي زول عاقل على وجه الارض اثنين جو مناصرين له لي زول هل اسالك بالله يكونوا مختلفين معه ويجوا معاه في المناظره؟ هيكونوا مختلفين معه ولا ولا متفقين؟ لا حيكونوا مختلفين معه؟ ابدا 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 هو بجيب ناس البجات والواقفين معه كويس؟ تيجي تقول لي يا اخي ظهر لي قال منهما الادب قال ولما تكلما كانا اقرب الى المنهجيه العلميه بجانب أدبهما بخلاف شيخهما للأسف دا كلام يا أخواننا يقولوا زول بصير وبيعرف البشر يا خليك من زول درس ولا تعلم ما درس ولا دعلم. أنا زول لو زول ساي عربي ساي عربي زول خلا جوني ثلاثة أنفار وقالوا لي ده بيتكلم باسمنا معقول أنا أجي أقول أنتوا الاثنين مؤدبين لكن ده ما مؤدب معقول ما هل الليلة اللي اتنين لو الهواري ده قال لهم انتم مؤدبين وشيخ قلنا ما مؤدب يا ترى حيقبلوا منه؟ ها؟ حيقبلوا انه شيخهم ما مؤدب هو الناطق الرسمي باسم بل باسم التصوف ده المتكلم باسم التصوف وده رئيس شنو ما تعرف اللجنة الشرعية ولا هيئة شرعية ولا شنو ما عارف وهي ما شرعية تعصوفية الصوفية ولا المجلس الأعلى للتصوف المهم عندهم حاجة كده المجمع الصوفي حاجة كده ده رئيسة والمتكلم باسمه كويس ده مما يدلك على على إنه إما الهوارده عنده حاجة اسمها فوبيا بتاعة أدب عندهم نرجسية كده الأدب التهذيب الأخلاق يا أخوانا الأدب مطلوب نحن ما قلنا ما ما أبقى الأدب ما قلنا لو الأدب لكن يا أخي أنت الآن في في محك بتاع عقيدة أنصر عقيدتك يا أخي بين العقيده شنو انت تقعد تتغزل لي فيهم ودين مؤدبين وعجبني ادبهما انت مالك مالهم يا أخ انت ناس جوك يناظروك باسم تصوف وتبنوا مراجع فيها عقايد اشد من عقايد ابي لهب وابي جهل وامي بن خلف تي تتغزل لي في ادبهم وكانوا مؤدبين ولا ده دين عجبوني عليك الله شيلهم معاك البيت سوقهم معاك عليك الله ده شنو ده بالله نرجسية بتاعت أدب ودي الآن اللي ضيعوا بها كثير من شباب أنصار السنة ما علموهم إلا أدب والأدب ذاته ما علموهم له لأنه الأدب أولا أن تتأدب مع الذي خلقك والذي برأك تتأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أنا إنسان صاحب عقيدة فظيع صاحب عقيدة قبيحة في الله عز وجل أنا جاصف بأنه مؤدب ما عندي شغله معه ولو كان هو الادب ذاته انا ما دام هو صاحب عقيده باطله ما تادب مع الله سبحانه وتعالى ولا تادب مع رسول الله عليه الصلاه والسلام اذ نسب اليه البدع والضلالات ما تادب اجي كيف انا اقول عجبني ادبهم ويقعد يتغزل فيهم طيب بعد قال آه قال الذي خرجت به من الحلقه ده اللي طلع به في النهاية أن محمد الإزيرج قد أظهر عقائد باطلة قد أظهر لاحظ أظهر أظهر بتاع شنو؟ هو ده بقول فعلاً سنين شنو أظهر؟ ده مما يدلك على النقطة اللي أنا قلتها لك قبل أن الهواري ما عنده عناية لا هو ولا الذين معه ما عندهم عناية بالتوحيد في الساحة ولا برد شبهات الخصوم انت قاعد تسوي شنو تعمل ستين محاضرة في خلي اتلاف في خلي اختلاف وتنبس في الشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ النجمي لبتاني انت تتلفت لما يفعل محمد المنتصر بالأمة لما مزقوا من عقايد لما خربوا من دين في السودان لما نشروا من بدع انت تلتفت لابتين بعد ما جخش معك المناظرة تقول اظهر عقايد اظهر الليله قاعده تعال نديك ليها تعال نوريك ليها الان اكتب في النت اكتب بس اللي زيرق بس اكتب اللي زيرق شوف اللي بيجيك شنو اتهام لاهل السنه طعن في العقيده تبني لعقيده اقبح مما تتصور انت ذاته لا 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 امس قال ظهر قد اظهر عقائد باطله يوافق فيها ضلال الصوفيه يوافق السد مش بيقول على تناقض عظيم زول تبنى التصوف ويتكلم باسم التصوف شو بدك تقول لي عنده عقائد يوافق فيها ضلال الصوفيه يوافق وبتكلم باسم التصوف بتكلم باسم التصوف وبناظرك باسم التصوف تقول لي اظهر عقائد يوافق فيها قال ضلال الصوفيه قال مما انكره اهل العلم بالشريعه وانه رجل لا يلتزم آداب الحوار ولا منهجيته انا ما قلت لك الزول عنده فوبيا بتاعت ادب الزول عنده هوس بتاع ادب ادب تادب ادب يا زول وانت فوق قلت عنده عقيده باطله ثاني تيد عايله الادب بتاعه وفي عقيدته منحرفه انت راجي منه ادب عقيدته منحرفه انت راجي منه ادب ثاني كويس قال ولا اداب الحوار ولا منهجيته هو مش اداب الحوار ولا منهجية الحوار هو العقيدة ذاته خلي منهجية الحوار منهجية الحوار دي ما تكتيك صح؟ شغل بتاع تكتيك بتتفقوا على وانتوا تتكلم انت ولا انا بتكلم تاني؟ انت تسال انا بجاوب مش ده ادبيات؟ اتفاق بينك وبينه؟ هو ده الجو من الله النزل من الله من فوق سبع سماوات هو ما مقتنع به ولا بدين به يجي دي لك منهجية خطيتها انت ولا المذيع الرابط ذكرها في انت قاعد معاكم ده <applause> يا ناس الزول ده الزول مرتبك في فهمه ولا شنو؟ زول مرتبك اظن في فهمه ذاته يا ناس زول انت محمد المنتصر بتقول له ربنا قال امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمر بتقول له ده منو؟ من في السماء ده منو؟ آه محمد المنتصر بيقول لك ده ما الله ده ما الله يقول لك والله ما في السماء ده الخطاب من الله سبحانه وتعالى الواضح البين المحكم فهمت؟ وده ما قبل يا اخي دعاء غير الله دعاء غير الله ولا تدعو مع الله ها أه؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ده بيجي بلف وبدور انت راجي راجي ويجي يلتزم لك بادبيه معك انت ادبيه خطاه المذيع القاعد معاكم ده ده زول مما يدل لك انه زول جايط في في ف... كتابته ذاتك بيكتب ساي قال وقلبه يمتلئ حقدا على اهل السنه لا بالله تدار يحبكم يعني بالله شو مزول ده يعني انا بتوقع زول داخل معاي مناظره وهو بيعتقد اه انه لو ليبيحوا الموتى الاموات وانت بتعتقد لا هو بيعتقد انه يدعو غير الله وانت بتعتقد انه يدعو الله براو انت راجي يكون يقول لك حبيبي الهواري مشتاق لك يا اخنا طولت منك انا ما قايلك لك زول ظريف كده لا راجي منه شنو يعني ما حصل لابد يكون حاقد لابد يكون حاقد والاثنين قالوا يتكلموا معك ده ذاتهم انت قالوا ما حاقدين يعني لكن في النهاية صنعوا لك أدب زي اللي بتصنعوا أنت يا الهواري الأدب اللي أنت بتصنعه لأنه أدب أنت ما جعلت لأهل السنة اللي بتزعم إنك منهم تجي أنت الآن تصنع الأدب مع صوفية أدب مع صوفية كويس طيب قال وجهت قال الأسئلة اللي قالوها الصوفية قالوا 40 سؤال وأنا قبل قلت لك أنا ما بصدق الصوفية السؤال أنا ما بصدقهم الهواري قال وجهوا هم خمسة أسئلة وهو وجه لهم سؤالين ده في المناظرة كويس السؤالين بتاع إنه سؤال الأول قال هل هناك تصوف باطل ده السؤال الأول طيب السؤال ده نطلع منه بشنو يعني أها هل هناك تصوف باطل يعني هسه حمد المنتصر لو جاوب بنعم أو لا أها يعني شنو؟ لو قال لك نعم في <تصفح> تصوف باطل، المناظرة انتهت؟ المناظرة ما شغالة. يقول لك نعم في تصوف باطل، نفتح الجوال يا أخي والناس العامة ما بيفهموا ديل. ونحن كشيوخ الصوفية، سيدنا البورعي وسيدنا أحمد الطيب وسيدنا القادري وسيدنا منو؟ احنا تصوفنا تصوف حق. طلعت بشنو يعني؟ قل لو قال لك الإجابة لا. هل هناك تصوف باطل؟ لا. ما ها يعني شنو؟ هاي آه ما في باطل ده كله حق انت طلعت بشنو ما بتطلع بشي ده ما سؤال بتاع نقاش اصلا ده ما سؤال وقبل احنا قلنا المناظرة عندها فن وعندها معرفة وابن عبد البر في التمهيد قال ليس كل ليس كل عالم مناظر كويس ما يزول عنده علم معناه مناظر قال السؤال الثاني قال سالته قلت له آه. قال هل ما في طبقات وضيف الله كذب؟ هل في طبقات وضيف الله كذب ولا حق؟ يا أخوانا انا داير اسال السؤال ده؟ حيسال شنو يعني؟ ما تصل لأي حاجه بعدين انا كصوفي لما اناقشه ما بدي بساله عن المراجع بتاعته اقول له آه زهير الرياض كيف كذب ولا حق؟ آه القادريه كتابه كيف يا رباني كذب ولا حق؟ انا ما بسهل له الاجابه زي يعني اني اخاف ان ياكله الذيب شنو عشان يقول له ياكله الذيب ويمشيها كده انت سهلت له الاجابه شنو يتخارج لك من وظيفة الله لما تيجي تقول له هل ما في طبقات وضيف الله كذب ولا حق؟ حيجي يقول لك منه كذب ومنه حق خلاص بعد اي حاجه انت تجيب له من الانتقادات في كتاب وضيف الله هيجي يقول لك شنو؟ ده من جانب الكذب يقول لك ده من الكوام له كذب واي حاجه بتمشي معاه ده كومنا حق كده انت سهلت عليه شنو؟ سهلت عليه الاجابه بعد ذاك الأسوأ من كده علق على السؤالين قال ولو اردت ان اساله ان اساله اسئله الامتحان لو وجهت له اسئله لا يمكنه الاجابه عليها حتى بعد البحث والعناء وطيب انت بتساله ليه؟ لا انت في مناظره دار تزال أسئلة قال ما بتاعت امتحان يعني ما دار أعجزه بالسؤال ده مما يدلك على فشل هذا الرجل وأنا قبل قلت لك الملاحظات الموجودة في البيان اللي طلعوا الهواري أنا أخشى من هذه الملاحظات أن تكون سببا في خذلان عقيدة أهل السنة والله أخشى تكون سبب في الخذلان أصلا المناظرة مبنية على سؤال معجز إما يقر به وينكر عقيدته وإما يلتزم السؤال ويفتضح أمام الناس أصل المناظرة تقوم على كده طب تسأل سؤال تقول له يا أخي أحمد الطيب البشير قال في الكتاب بتاعه بتاع السماني وهو سماني ما بتقدر تقول له ها, ها كتاب زي الرياض كيف باطل ولا حق لا ده كتابكم لأنه هو محمد المنتصر ما بيجي بيسألك بيقول لك فتاوى ابن تيمية حق ولا كذب ولا بيسألك بيقول لك تعليقات ابن باز على صحيح البخاري كذب ولا حق لا بيديك طوالي بيقول لك ابن باز في صحيح تعليقي على ابن حدر العسقلاني في فتح الباري التعليق على البخاري يقول لك كفر الصحابي الجليل ابن عمر ولا بيقولوا بلال المزني يقول لك ابن تيمية قال كذا ابن تيمية قال الله استوى على العرش وكذا إلى آخره بهاجمك انت بتسأل سؤال بتفرتك عقيدته تقول لو احمد الطيب البشير في كتاب زهير الرياض قال جاته رساله من الله رجع الرساله رده جاته رساله ثانيه رجع رده جاته رساله ثالثه قالوا فيها انه اي زول بيعرف اسم احمد الطيب البشير مغفور له يدخل الجنه تقول له رايك شنو في العقيده دي؟ واحد من اثنين يلتزم العقيده دي تقول له جيب دليلك ما عندي معاك أي لولوة بس داير دليل على أنه اللي بيعرف اسمه أحمد الطيب البشير يخش الجنة طوالي جيب دليل من الكتاب والسنة وما بيقدر يجيب دليل المناظرة تنتهي يا إما قال لك لا ما قال كذا ما قال جيب الكتاب باب له هذا الكتاب طبعت كذا الطبع امرق وين؟ امشي وين؟ دي المناظرة مبنية على كذي، مبنية على سؤال يبطل عقيدته لو جاوب اي اجابه إيه 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 بيتورط جاوب هنا إيه بيتورط أسوأ اسئله المناظره كده يعني بتكون اجابتها بلا او نعم الاجابه بلا بتورطه بنعم بتورطه دي اسئله المناظره انت قاعد روحك قاعد في قاعه خدت لك عصير جنبك وده طالب بيسال فيك انت تقول لي وانا ما داري اعجزه درت اسوي ليش يعني انا الله جيب لي شوكولاته جيب لي كريم لا انت ما دارت اعجز دارت وجاي لي انت انت اصلا <تصفح> جاي ليه ما تقدر <تصفح> تعجز الزول ده؟ ده مما يدلك قلت لك هذه الملاحظات <تصفح> اخشى ان تكون يوما من الايام سببا في خذلان اهل السنه على ايدي هؤلاء. ف ده قال قال سالته سؤالين ده وما قدر أعجزه ابراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود ده قال له انا ميت. جاب له نفرين من السجن. فك واحد قال قال ده حيته وده ما حيته وده اصلا حي. انت عارف ده بليد. هو ده حي اصلا ما حي ديتك وحي ده فكيته انا وحي واميت ما حيت ولا اي حاجه انت ده فكيته زاي ده فكاو وجاب الثاني قتله قال انا وحي واميت ابراهيم عليه السلام اداه سؤال ما لك في محله دي بس قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق هنا الله بجيبها بهني فاتي بها من المغرب اقلبها طيبه غادي قال فبوهته الذي كفر اصل المناظره مبنيه على أبوهت دي انت بتساله يبهت خلاص ما قدر يجاوب الموضوع انت قال شوف شغلتك مناظرته مع مزمل انا كنت حاضره ده ذاته المنطقة اللي زيرك ده وجاء عامل غلبه الهواري وسع الناس لو سالته ولا سال ولا سالته انا كنت حاضر المناظره في جامعه الخرطوم مرقوا برا كتمت جوا في الجامع قفلوا الانوار مرقوا برا انا كنت الوقت ده طالب في الجامعه وقفوا مزمل سال داك سؤال واحد واحد بس قال له ربنا قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآية قال في السماء ده منو؟ والله ده وانا واقف تحت مزمل طوالي وكان طالع لي في كرسي وقال له ها ده منو؟ ده قال ابن عباس قال ها آه قال ده جبريل ده جبريل ها جبريل ملك ايوه ملك طيب ربنا قال عن الملائكة قال له يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الصوفي عاين بوهد ذاته يا بوهد بس عاين كده وعاين مزمل طالع في الكرسي فوق شالوا كبه فوق لراسي انا ده وانتهت المناظره على كده انا كنت واقف تحته دي ولا سبعه دقائق ما تمتها كلها بعد ذاك الطلبه قاموا عليه دقوا بيه جنزير فتح محمد المنتصر ده, ده. ومرق من الداخليه للي ما جتاني ثاني لليوم اللي علينا ده ما دخل داخليه الخرطوم دي كله كله اصلا المناظره مبنيه على هذا انت تقول لي انا ما اقدر أسأله سؤال يحيروا طيب على شنو؟ ها أه؟ دارت اقول لك ثلاثه كم قول لك الله عليك الله دارت تسال تقول لي شنو انت انت بتسال في صلب العقيدة. سؤال اما كربيو في اما كربيو انكر عقيدته واما التزموا ابطلت له بالأدلة بس طيب قال آه قال يعكس النفسيه العدائيه البعيده عن روح الاسلام وروح التصوف الذي يتكلم باسمه زورا شوف احنا ما بنعترف بتصوف التصوف اللي بيعترفوا له ده خليه يجي يورينا هو ذاته قبال آه المنتصر ولا البرعي التصوف اللي بيعترف الهواري ده انا دارو يجي يورينا له واثبتوا في بيان مش طلع نطالب بيان هسه نحن نطالبه ببيان يثبت فيه هذا التصوف اللي بيتكلم عنه ومراجعه هنا بس انا همش عندي مراجع دي لانه انا ما بعترف لك بتصوف تقول لي والله عندنا إن واحد بيجاي ساكن جنبنا في الجماهير وهناك واحد في زقلونا برضه صوفي دل عقلاء تصوف انا ما بعترف بهم دل شوفوا شغلاتهم دل ما عندهم عقده انا بعترف بتصوف عنده مراجع التصوف اللي انت بتقوله وعقلاء التصوف واللي بيتكلم باسمه محمد المنتصف زورا نحن دايرين نعرف التصوف ده شنو العجبك انت يا هواري ده لانه لو كان ذاته تصوف على ودلة نحن دايرين انه ذاتنا بتابوه لو كان على الكتاب والسنه تصوف حق نحن ما بنابوا فهمت وان كان تفريق الـ 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 ننكر مثلا التفريق جمع المسلمين باي اسم من الاسماء لكن لو كان في روح بتاع روح كده مع التصوف ومبني على الكتاب ده نعرفه نحن ذاته وينه من باب العلم كده شمارات كده شمارات ده انا عارفه. لو ما بتنفع. روح التصوف وادب هذا الشاب وانا احترم ادبه الطريقه دي يا اخوانا انا مناظره الهواري ما اعلم عنها شيء وارجو من الله عز وجل انه ما يكون سلك الطريقه اللي قالها هنا دي في المناظره بتاعته عشان يكون نجم الصوفي ده ونحن تبقى لنا بياض وش في النهايه تبقى بياض وش لعقيدتنا. وأنا أرجو من الله عز وجل إنه يكون نجم الصوفي ده وزلاه في المناظرة دي لكن البيان بتاعه ده بخوف والله النصيحة بيانه ده بخوف لو قاعد يسوي لنا فيها صوفي مؤدب وصوفي ما مؤدب نحن أمورنا باظت والله جد وأنت عارف تقسيمه لمؤدب وغير مؤدب ده ونحن ما لقينا هو التقسيم ده الست قسمكم لمؤدبين ولا ما مؤدبين انتوا جد ما مؤدبين بالله نحن قالين نادب بالجمله وديلك تقسيم صوفي مؤدب وصوفي ما مؤدب ونحن قالين نادب بالجمله وانا ما انا ما زعلان منك عشان دي نحن ما عندنا قضيه قول عننا قالين ادب قول اي حاجه نحن يهمنا في النهايه تنصر عقيده اهل السنه دي شفت لو نصرتها انا والله ما بعلق عليك ولا عندي معك مشكله فهمت بعلق على مواضيعك الثانيه ذيك ولا في معك الثاني ذاك ما بخليك فيه لكن في النهايه لما تخش في معركه العالم ده كله بيشاهد كله بيشاهد انه ده سني وداك صوفي انا في الوقت ده برضو من الله انك انت تنتصر بعد ذاك ثاني كان عندك مشاكل معينا بنظمك بنظمك فيها الحاجات اللي الب... عند ديك انا بنجي فيها تمام لكن ما دام انسان رفع شعار اهل السنه كويس وناظر ضد عقيده باطله زي دي انا احب من الله عز وجل انه ينتصر على ذاك الصوفي الذي يدعو غير الله عز وجل خلاصة الكلام المنهجية اللي شغال بها دي هي منهجية ضد البلة والمدي المنهجية الجديدة اللي سلكتها أنصار السنة حديثا إنها تميع قضية النزاع بيننا وبين الصوفية وتحذيراً لك كلها يحصروها في نطاق بتاع أدب واحترام وسلوك ويقول لك بيتعاونوا معانا على البر والتقوى وبدونه شوف يتعاون معاك ولا مدعوم معاك يظل في النهاية ده صوفي حامل عقيدة خريبة مهما بلغ من الأدب شوف مهما بلغ من الأدب والإحترام ما أظن الصوفي ده اللي قال مؤدب وكده واحترمه ده ما أظن يبلغ ما قدمه أبو طالب للإسلام قدم زيه أتحداك أسألك بالله الآن المتصوفة اللي في فيهم أنصار السنة دي كلهم واللي بشكر فيهم إسماعيل عثمان هيئة الأنصار ويتعاونون معنا، وغيرهم، هل قدموا للإسلام من باب خدمة بس، مش من باب عقيدة يعني، أنا ما أقارن في العقيدة، أنا أقارن من باب الخدمة للإسلام، هل خدموا الإسلام كما خدمه أبو طالب، حمى النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنه، وذب عنه، وما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأذى بالغ حتى مات أبو طالب، كان يحوطه، ويدافع عنه بعد قال ولا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار وسبة لو وجدتني سمحا بذاك مبينا قال آه فامضي ما عليك غضاضة ولقد صدقت ثم كنت أمينا قال لو أمضي وأنا بقيف بقى وكده ما هذا لما مات جاء ابن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عمك الشيخ الضال قد هلك قال اذهب فواره امشي قال لا ادفنه في حفره ما جاء قاعد يسكر فيه وادبه وكان مؤدبا يا يعني دول مؤدب بتاع شنو؟ نحن بهمنا العقيده العقيده ما اغنى عنه ده كله ما اغنى عنه ادبه وحماية الاسلام ما اغنت عنه وهو في جهنم ما هذا كله هو في جهنم فاذا يا اخواننا النزاع بيننا وبين الصوفيه نزاع بتاع عقيده ما يجي الهوار يحول لنا لمعركه بتاعت ادب واخلاق ونرجسيه وكده ده احنا ما موضوعنا معك المهم لسه في تعليقات لكن الزمن طالبينا نكتفي بهذا القدر في التعليق وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان